كنحضروا اليوم الانطلاقه ديال مشروع المساعدات الطبيه والاجتماعيه بالعالم القروي، الانطلاقه ديالو اليوم من الجماعه ديال ادمين بالحضور السيد الوالي ورئيس الجهه ديال سوس ماسا وكذلك الكاتب العام ديال مؤسسه الجنوب، بحيث ان هذا المشروع هذا هو مشروع ديال مؤسسه الجنوب واحتضنته اليوم الفيدرالية الوطنيه لنساء قطاع الاركان. وهذا المشروع جاء باش يعالج المشكل ديال الصحه في العالم القروي، يعني بالنسبه للنساء ديال التعاونيات وكذلك العائلات ديالهم، عناية القرب، الناس اللي ما يمكن لهمش انهم يمشيوا عند يعني المستوصف ولا انهم يمشيوا للمركز الصحي، ولكن هاد النساء وهاد الممرضات اللي كيشتغلوا اليوم في هذا المشروع الهدف ديالهم هو انهم يحضروا يمشيوا يعني عند هاد النساء البيوت ديالهم ويعينوهم. من طبيعة الحال هذا المشروع هو بشراكة مع وزارة الصحة، وكذلك هناك شركاء اللي هما مؤسساتيين وشركاء خواص اللي هما ساهموا يعني في الاقتناء ديال وحدات متنقله، وهذه الوحدات المتنقله اللي كيشتغلوا فيها هاد الممرضات وغادي يمشيو يعني للدواوير والاماكن اللي هي في عزله تامه باش يعينوا الصحه ديال هاد النساء ديال التعاونيات وكذلك العائلات ديالهم. وتم توزيع السيارات هاد الوحدات المتنقله اللي هي مجهزه وكذلك فيها الادويه اللي غادي يستافدوا منها الساكنه ديال الجماعه ان شاء الله، ويعني جميع النساء والعائلات ديالهم. والجانب الاجتماعي بحيث ان هاد الممرضات بالاضافه للتشخيص والمعاينه ديال المرضى يعني والتشخيص ديال الحالات ديالهم، كاين كذلك تشخيص ديال الحاله الاجتماعيه بحيث هما غادي يشوفوا العائلات المعوزه والناس اللي في الحاجه وغادي يحيلهم على الفيدراليه واللي متعاقده مع مجموعه ديال الشركاء. مؤسسه الجنوب مع الفيدراليه المغربيه للنساء اللي خدامين في مجال الاركان في الجمعيات ديال الاركان، وبشراكه مع وزاره الصحه تمت واحد الانجاز ديال واحد المشروع اللي هو الهدف ديالو هو في المجال الاجتماعي وخاصه المجال الصحي. هو الهدف ديال هذا المشروع هذا هو تقريب بعض الخدمات الأولية في الـ الـ في الـ في البوادي أو في بعض الجبال اللي هي بعيدة عن البعيدة على الخدمات الصحية واللي صعب عليهم الولوج إلى هذه الخدمات. في هذا النطاق هذا تكونت هذا المشروع هذا. هو الكيفية العمل ديالو هو تخلقوا بعد الوحدات المتجولة تبرعوا بهم العدد ديال المحسنين، شركات شركة اللي هما ساهموا بشراء هذوك السيارات باش يتستعملوا من طرف ممرضات مولدات وممرضات تعدد الاختصاصات ومساعدات طبية اللي تم التكوين ديالهم في أكادير اللي باش يقدروا يقوموا بهذه الأعمال اللي هي خدمات صحية أولية اللي فيها كذلك التوعية الصحية خاصة للنساء اللي الحوامل باش يولفوا يتبعوا الحمل ديالهم. وهذا الدور ديال هاد الممرضات هما يعطيو الخدمات الأولية عند الحاجة الممرضات اللي هما كيتجولوا اللي تيديروا هذوك اللي تيتجولوا في الباديه وتيمشيو ويدقوا على الناس، ولا الناس اللي بغاوهم تيعيطوا عليهم وتيساعدوهم محليا، ولكن شي علاجات اوليه تعطاو لهم الا جاب الله اكتشفوا بعض الحالات اي كانت السيده
مريضة بأي مرض كان اللي هو مزمن أو حاد، ديك ساعات كيتم باش كتمشي كتصفت الأقرب مستوصف أو أقرب مركز صحي. اليوم احنا جد فرحانين، واليوم عيد، لأن شرفنا سيد الوالي لأكادير إيدا وتنان، وعطى الانطلاقة لواحد المتنقلة الطبية الاجتماعية اللي غادي تساعد هاد النساء اللي كاينين في التعاونيات، اللي كاينين في إدمين، في مسكروت، في تيقي، في مزار، يعني أنهم يستفدوا من هذه الوحدات الطبية اللي غادي يساعد هاد النساء باش يكون لهم صلة بالتطبيب اللي هما غادي يستفدوا منه، وغادي يكون لهم واحد التأثير اللي هو كبير بالنسبة للصحة. لأن أول حاجة المرأة ما كيكونش عندها، خصوصا في الظروف اللي احنا كنعيشوها، أن كاين احتكار ديال المادة الأولية اللي كانت ديك المرأة كتستفد منها، كتبيعها باش تمشي تدوز عند طبيب، وباش تمشي باش تركب بها وتمشي تمشي للمستوصف اللي فيه طبيب باش تدوز. يعني دابا داك التطبيب او هاد الوحدات ساعدهم انهم يكونوا قريب ليهم، والقريب ليهم بالنسبه للصحه ديالهم وبالنسبه للاحتياجات ديالهم، لانهم وحدات طبيه واجتماعيه اللي يمكن يساعدوا هاد النساء والعائلات ديالهم او اي شخص اللي كاين في الباديه ومحتاج هاد النساء، او في واحد الوضعيه اللي هي فقيره جدا، يمكن ان هاد الوحدات يمدوا لهم يد المساعده. ما تنساوش ديروا ابوني لاشين وتفعلوا زر الجرس. We'll be right back.